بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد شريف، هتكلم إن شاء الله عن مديول التايبنج. أول حاجة في مديول التايبنج، الحاجات العلامات الخاصة اللي ممكن يسألني فيها: شيفت واحد هيعمل لي علامة تعجب، شيفت واتنين هيعمل لي ات، الأرقام من فوق طبعا، الواحد واتنين من فوق، شيفت وتلاتة هيعمل لي هاش، شيفت وأربعة هيعمل لي اس دولار، شيفت وخمسة هيعمل علامة في المية، شيفت وستة مش عندنا ما بيسألش فيها اللي هي الباور الأس، شيفت وسبعة بيعمل لي الفصلة دي، شيفت وتمانية بيعمل لي النجمة، شيفت وتسعة فتح القوس، وشيفت وصفر بيقفل القوس. الناقص بيعمل لي علامة الناقص لو أنا كتبت كده مثلا شيفت وإيه، هيكتب كابيتال طبعا أحمد وبعدين شرطة وبعدين محمد. وممكن يسألني ان انا اكتب احمد اندر سكور شيفت والناقص وبعدين محمد. ممكن يسألني علامة الابوستروف، يعني لو بكتب احمد مثلا وبعدين ابوستروف حرف الطه وبعدين اس مثلا، الابوستروف اللي فوق دي بعملها بحرف الطه. ممكن يسألني ان انا اعمل احمد بين علامتين تنصيص، بعمل علامات التنصيص واكتب النص واراعي المسافات اذا كان بعد علامات التنصيص في مسافة أو لأ. علامة التنصيص بعملها بشيفت وطه. إذا تاني، الحاجات من شيفت واحد إلى شيفت وتسعة وشيفت وصفر بيعمل لي الرموز اللي أنتوا شايفينها. طيب الناقص ناقص عادية، الأندر سكور شيفت وناقص، طب الأبوستروف حرف الطه من غير شيفت، حرف الطه الأبوستروف دي حرف الطه من غير شيفت. طب علامات التنصيص ديت شيفت وطه. طيب علامة الاستفهام شيفت وظه. طيب النقطتين فوق بعض شيفت وكاف. طيب الشرطة المايلة، يعني مثلا تنفع شرطة التاريخ وليكن 2 مثلا 4 سنة 2، الشرطة بعملها بحرف الظه، أو ممكن علامة القسمة اللي في ناحية الأرقام. طيب لو أنا بكتب أحمد وبعدين كوما، الكوما بتاعت الإنجليزي تحت حرف الواو، حرف الواو من غير شيفت، الكومة خلي بالكم بتكون لازقة في الحرف، وبعدين مسافة وبعدين محمد، دايما بتكون بالشكل ده. تمام، ده كل الرموز او العلامات الخاصة اللي ممكن يسألني فيها. النقطة بعملها بحرف الزين، حرف الزين من غير شيفت. يبقى الحاجات الخاصة تاني، علامة التعجب شيفت واحد، شيفت واتنين بيعمل لي الات، ادي تاني كده شيفت واحد، شيفت واتنين، شيفت وتلاتة بيعمل هاش، شيفت وأربعة اس دولار، شيفت وخمسة علامة في المية، شيفت وستة الباور، شيفت وسبعة، شيفت وتمانية بيعمل لي النجمة، أما شيفت وسبعة بيعمل العلامة ديت الفاصلة، شيفت وتسعة بيفتح القوس، وشيفت وصفر بيقفل القوس، وآدي الناقص والزائد معروفة مفيش مشكلة فيها، واللي يساوي دي الحاجات ديت ما بسألش فيها. طب بسأل في الابوستروف حرف الطه، علامتين تنصيص شيفت طه، علامة استفهام شيفت ظه، النقطة حرف الزين، الكومة اللي تحت حرف الواو. طب امتحان التايبنج بيكون ازاي؟ ادي بالشكل زي اللي انتوا شايفينه كده، بيدي لك قطعة دي بتكون بادئة من 180 دقيقة 180 ثانية، وقطعة فوق بتكتبها تحت، ومجرد ما بتكتب شوف انت بتكتب ايه، علامة الاستفهام هي لازقة في الكلمة شيفت وظه، هتعمل مسافة كده هيروح ناقل لك هو هنا، هيقول لك اللي عليها دور الكلمة دي، شوف ده غلط ليه بقى؟ يعني المفروض اعمل في مسافة ولا مفيش؟ في مسافة هنا، عمل على طول. تمام، بيكتب اهو عادي، اللي فوق بيكتبه تحت، والتايمر شغال اهو. طيب بعد ما بينتهي، يعني العلامات الخاصة اللي هنا طبعا ادي الاقواس اهي، وقلنا علامة الاستفهام شيفت ظه، الشرطة العادية الناقص العادية، النقطة حرف الزين، النقطة هنا حرف الزين برضو، والكابيتال والسمول نركز عليهم. انا بكتب عادي عادي مفيش انتر هنا، يعني بكتب واكمل واكمل عادي، وهو بعد لما بخلص الكتابة بيقلب على طول اوتوماتيك للسؤال اللي بعده. تمام، هنروح للسؤال كده اللي بعده، هقدم شوية كده، نقدم شوية، ماشي، بيكتب بيكتب. تمام، ادي خمسة، بص كده هيقلب على طول للسؤال اللي بعده ازاي. تمام، تعمل سبميت اهو، خلاص انا كده انتهيت من ده، هتروح للسؤال اللي بعده. السؤال ده بقى نوع ايه؟ ده عشان ما تتخضوش بيه، بيدي لك كده انستراكتشر، تعليمات المفترض تقراها، يعني هيدي لك جدول ولا بقراها ولا حاجه، انت هيدي لك جدول هتكتب فيه بيانات، انت هتضغط على ستارت، هنقدم ثواني كده اهو، لغايه لما نضغط على ستارت تحت اهي. تمام، بيدي لك الشكل اللي قدامك فوق بتكتبه تحت.
يعني الفيرست نيم هنا يا دوبك انتوا مش شايفين، انا شايف هنا شويه فيرست نيم ومكتوب في حاجه، هتيجي قصاد الفيرست نيم تكتب الكلمه اللي فوق دي هنا. طب الميدل نيم هتكتب الكلمه الثانيه بسرعه كده. طب اللاست نيم هتكتب دي. طب ديت اوف بيرث تاريخ الميلاد، التاريخ بقى مجرد ما تحط المؤشر في التاريخ هيظهر لك نتيجه هنشوفها، اوريها لك اوريها لك. بص بقى يضغط هنا هيظهر نتيجه اهو. طيب ادي الشهر اهو، ولكن هنختار من السهم ده كده شهر ديسمبر. طب والسنه اهي ولكن 2005، واليوم. طب الصوره دي بعملها ازاي؟ هنا كده ابلود ايمج او ابلود فوتو، هنا بضغط عليها بيظهر لي مربع اختار منه الصوره واعمل اوكي فبتنزل الصوره هنا. تمام. بعد لما بتخلص بقى كله كله بتعمل ايه؟ سبميت. هنشوف سبميت ونروح للسؤال اللي بعده برضو، هيدينا سؤال ونركز في التايمر اللي مديهولي فوق. سبميت، وادي سؤال تاني، اللي يشوف السؤال يتخض. سؤال عبيط، اكتب البيانات. بكتب هتختار من السهم ده مش عارف انجلاند ولا امبلويمنت ولا من السهم ده من السهم ده اسهم هتختار منها، عشان تكتب هنا. هنا في تواريخ بتضغط وتكتب الطريقه تختار على طول. ماشي. هنا في علامات صح وفي حاجات ما فيهاش صح، يعني اول اتنين مش متعلم عليهم، هسيب اول اتنين واعلم الدايره على التالت، واسيب واحده واعلم زي ما هو مديلك كده، زي ما هو مديلك. وطبعا مديلك وقت كافي يعني 180 ثانيه، البتاع ده ما ياخدش ثانيه يعني، ده كله كده ماشي. فادي الامتحان التايبنج. في النهايه بقى خالص هنعدي ده كله، نعدي ونشوف الدرجه بتظهر لي ازاي. ادي دي سبميت، ده تقريبا اخر سؤال. او مديلك بقى الدرجه، انت جايب 6 و22 ومفيش نجاح وسقوط يعني، الدرجه زي ما انتم شايفين كده. تمام. فادي امتحان التايبنج وادي كل حاجه في التايبنج، وكم قطعه تيجي لك؟ ممكن 5 6 بالشكل ده. تحياتي للجميع وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوناش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وان شاء الله هعمل لكم فيديو خاص بامتحان الاكسل ان شاء الله. تحياتي للجميع وكل سنة وانتم طيبين.